ما هو التطور؟ هل هو نظرية؟ هل هو حقيقة في الطبيعة؟ هل هو تطور من الحيوانات إلى البشر؟ من النباتات إلى الحيوانات؟ هل التطور هذا لديه أدلة؟ هل نلاحظه حولنا؟ هل يمكن أن نقوم بتجارب حول ذلك؟ تابعوا. السلام عليكم. يعرف مربو الحيوانات المواشي والخيول وحتى المزارعون بالنسبة للخضار والفواكه أنه يمكن تحسين نوع ما، يعني مثلا أن نأتي إلى خيول ونأخذ منها الأسرع، أو نأتي إلى بقرة مثلا حلوب جيدة وأخذ مثلا ثور كان ولد لبقرة حلوب أخرى، نزوجهما فيعطيني بقرة أفضل حتى، وآتي إلى الخضار والفواكه وأختار هذه أفضل في الطعم، هذه أحسن في اللون مثلا، أحسن في الشكل إلى آخره، وأقوم بتزويجها تهجينها، يعني أخذ هذه الصفات وأحاول أن أكسب هذه الصفات من هنا وهذه الصفات من هنا وأنتج نوعا أفضل. هذه العملية يشار إليها بالانتقاء، ولكن في هذه الحالة هذا الانتقاء هو انتقاء اصطناعي، يعني فيه تدخل بشري، فيه عملية. الآن صرنا نقوم بأكثر من ذلك، صرنا نتدخل على الجينات مباشرة كما شرحت في حلقة سابقة وحلقات قبل. الجينات نأتي بتعديلها، تغييرها، لأن الجينات هي التي تحمل هذه الصفات أو تلك الصفات، فإذا أدخلناها على خلية أو غيرناها ثم عملنا منها تزويج إلى آخره فأحصل على صفات أفضل إلى آخره إلى آخره. ظهرت أو تفطن تشارلز داروين الذي يعتبر كثيرا أنه هو أبو نظرية التطور، سأفصل في هذه قليلا بعد لحظة. تفطن تشارلز داروين أن فكرة الانتقاء هذه يمكن أن تحدث طبيعيا دون تدخل منا في الطبيعة، يعني مثلا أن تأتي الطبيعة وتختار هذا النوع أو هذا النوع، هذه يعني المواليد من حيوانات معينة، وأن تجعلها تتكاثر أكثر وتستمر وتتطور أكثر. كيف يحدث هذا؟ قال تشارلز داروين عندما يكون لدينا أي نوع حيوانات أو حتى خضار وحتى البشر أو البشرية بشكل عام، ليس بشر واحد، يكون لهم دائما أعداد كبيرة من المواليد. هذه الأعداد الكبيرة من المواليد دائما يكون فيها بعض منها لها فيها بعض الاختلافات. مثلا أنه نأتي إلى مثلا بقرة كما قلنا أو خروف أو حيوان آخر، وفي هذه المرة أحد المواليد أسرع مثلا أو يعطي قدرات أكثر، يعطي مثلا لحم أفضل، يعطي صوف أكثر، يعطي سرعة أكبر إلى آخره. فهذه المرة هذا بشكل طبيعي، لم يعرف تشارلز داروين لماذا تحدث هذه الاختلافات والتغيرات. قال داروين الطبيعة ستعطي أفضلية لهؤلاء هذه المواليد التي تكون موائمة أكثر للبيئة التي هي فيها، يعني مثلا بعض الحيوانات إذا كانت سريعة جدا فستنجو من الحيوانات المفترسة وبالتالي ستبقى وتستمر وتتكاثر أكثر، أما البطيئة فستقتلها الحيوانات المفترسة وبالتالي ستندثر وتختفي. وبهذه الطريقة يعني تدريجيا سيكون هذا الحيوان أو هذا النوع من الحيوانات يتحول إلى أسرع فأسرع، وبهذه الطريقة أيضا الزرافة سيكون عنقها أطول وأطول لأن العنق الأطول يعطيها فرصة أنها تأخذ أو تأكل من الأشجار إلى آخره إلى آخره. فقال هذه العملية ستعطيني انتقاء طبيعي، وهذا الانتقاء الطبيعي إذا الآن تعددت الصفات، يعني تغيرت الصفة الأولى بعد فترة صارت سائدة، ثم تغيرت صفة أخرى صار هذا الحيوانات له بصر مثلا أقوى، أو هذا الحيوان الذي كان سريعا صار يرى أفضل، صارت مثلا أذناه أفضل، صار كذا كذا، فبهذه الحالة بعد فترة يكون هذا الحيوان قد تغير بشكل كبير فصار نوعا مختلفا، نوعا جديد. لذلك تشارلز داروين عنوان كتابه الشهير أصل الأنواع، يعني حب يشرح لنا أو يقدم لنا فكرة نظرية، خلينا نقول فرضية حينها كانت، الآن صارت نظرية سأوضح الفرق بعد لحظة.
قال داروين بهذه الطريقة تظهر عندي أنواع جديدة، وهكذا أصل الأنواع. وليس فقط أصل الأنواع، بل عنوان الكامل لكتابه هو أصل الأنواع من خلال الانتقاء الطبيعي، يعني كيف الطبيعة تعطي هذا الفرز، هذه الفلترة، هذه الاختيارات، بحيث أن تظهر عندي أنواع مختلفة. وبهذه الطريقة يكون عندي انفصال، كل شوية ينفصل نوع جديد ظهر لأنه ظهرت له سمات جديدة ثم آخر. ولكن لماذا لا تندثر السابقة؟ يعني كثير من الناس مثلا يقولون التطور، تقصدون أن القردة أعطت بشر؟ طبعا هذه النظرية مش صحيحة، هذه الفكرة مش صحيحة، ولكن يعني نواصل في هذه الفكرة. إذا القردة أعطت بشر، لماذا القردة ما زالت موجودة إذا تحولت إلى بشر؟ الحيوانات التي تعطي نوعا جديدا لا تندثر كاملة، لأنها ستكون قد يعني استمرت في بيئة مناسبة لها، يعني البيئة التي ليست فيها حيوانات مفترسة، لا تحتاج أن يكون النوع هذا أسرع ويكون بصره أقوى إلى آخره، فيستمر في بيئة معينة ويظهر نوع آخر مختلف عن الأول. لذلك عندنا الآن حيوانات قريبة من بعضها، مثلا عندنا الذئاب والثعالب والكلاب، وعندنا الأسود والنمور والقطط إلى آخره، كلها تفرعت عن بعضها البعض عن ما نسميه السلف المشترك. فعندنا سلف مشترك لهذه وسلف مشترك لهذه، وإذا عدنا إلى مئات الملايين من السنين نجد سلفا مشتركا لهذه المجموعة وهذه المجموعة. هذه هي فكرة التطور ببساطة. لكن يبقى أن تشارلز داروين لم ينتبه أو لم تكن لديه معلومتان جوهريتان في الموضوع، ربما العملية أو الفكرة الأساسية التي أتى بها هي الفكرة الرئيسة حقيقة، هذا الانتقاء الطبيعي. ولكن بقيت أنه هو لم يعرف ولم نفهم هذا إلا في القرن العشرين. لماذا تظهر هذه الاختلافات؟ الاختلافات تظهر لأن تحدث طفرات في الجينات. قلنا كل هذه الصفات تحملها الجينات، والجينات يحدث لها طفرات كما شرحت آنفا بسبب تغيرات في الطبيعة أو ما إلى ذلك. الآن نحن نقوم بالتعديلات الجينية، ولكن في الطبيعة تحدث بشكل طبيعي من خلال البيئة، من خلال الأشعة، من خلال الحرارة إلى آخره إلى آخره. والعملية الثانية، كيف تنتقل هذه السمات الجديدة أو حتى التي لم تتغير؟ هذا التوريث يحدث أيضا من خلال الجينات في علم الوراثة، علم الجينات الذي شرحناه في حلقة سابقة. تشارلز داروين تفطن إلى هذه الفكرة بعد أن قام برحلة شهيرة على متن سفينة كبيرة تدعى البيغل في جنوب أمريكا إلى آخره. ولكن عندما عاد إلى بريطانيا، إلى إنجلترا، يعني ظل يفكر كيف تحدث هذه الأمور. الآن انتبهت عندي كميات هائلة من البيانات التي وجدتها في الطبيعة التي زرتها في الجزر المختلفة إلى آخره، لكن لم يعني ينشر ولم يقدم فكرته هذه أو نظريته، خلينا نقول، أو فرضيته، إلا سنة 1859 أو 58 عندما كتب له وولس، هذا ألفريد وولس الذي كتب له من أطراف العالم، من إندونيسيا حيث كان يعيش، وكتب له وقال له: أنا أعلم أنك عالم طبيعيات وأن لديك مجموعة من البيانات وأنك سافرت وعشت ووو، لكن أنا عندي فكرة أن ما يحدث في الطبيعة هو كذا وكذا وكذا. طبعا يعني صدم داروين، لأن وولس ما قدمه له هي نفس الفكرة يعني بالضبط التي توصل إليها داروين قبل سنوات عديدة. فقرر أنه يجب علي أن أكتب كتابي هذا وأن أنشره، ودعا وولس، وتقدم الاثنان إلى الجمعية الملكية الإنجليزية، جمعية العلوم الملكية، وقدم الاثنان هذه الفكرة وهذا الطرح، وتقدم الموضوع بهذه الطريقة. إذن للتبسيط وللتلخيص، التطور هو هذه التغيرات التي تحدث في الجينات والتي من حين لآخر يحدث فيها تغير، وهذه التغيرات عادة ما تكون غير مفيدة، ما نسميه بالعيوب، العيوب الخلقية أحيانا حتى، ولكن أحيانا تعطي هذا الحيوان أو هذه النبتة أو حتى البشر قدرة إضافية، شيء إيجابي مفيد جدا، فتسمح لهذا التغير هذا أن يتكاثر وأن يستمر وأن يتطور، فبهذه الطريقة تظهر هذه الأنواع. ولكن في الأساس هي العملية عملية جينية، سواء التغيرات في الجينات
أو الانتقال والتوريث لهذه الجينات إلى هذه الأحفاد، خلينا نقول المواليد والأحفاد ويعني الحيوانات أو النباتات أو البشر الموالي. كثير ما يقول الناس ولكن هذا التطور هذا لا نراه، لا نشاهده، أنتم تتحدثون هكذا بشكل نظري، يعني هذه فرضية فقط هكذا، حتى ما يسميه الناس نظرية، يعني هكذا طرح، هذا داروين قال هذا الكلام وبعض العلماء الآخرين، ويتهمونهم يعني ربما بالإلحاد أنهم أرادوا إخراج الله وعملية الخلق من الموضوع، وقالوا لدينا عملية طبيعية، الطبيعة هي التي تعطي هذه الأنواع وهي التي أنتجت البشر والحيوانات وكلها إلى آخره. لكن في الحقيقة صارت هذه الفكرة أو هذه الفرضية نظرية متكاملة، بمعنى أن لديها أدلة ولديها تجارب نقوم بها في المختبرات، نلاحظ أشياء إلى آخره، آخرها طبعا الفيروس الجائحة، فيروس الكورونا سارس كوف 2، هذا الفيروس الذي فعلا يعني شرشحناه، يعني حللناه بكل جينومه بشكل سريع جدا، لاحظنا كل الطفرات التي تحدث له، لاحظنا أي طفرات التي تكون فتاكة والتي تدخل على البشر والتي تصمد أمام اللقاح والتي لا تصمد والتي تقضي عليها حتى المناعة الطبيعية للبشر إلى آخره إلى آخره، كل هذا لاحظناه في المختبرات، وليس فقط لفيروس سارس كوف 2 ولكن فيروسات كثيرة وبكتيريا. لأن هل التطور، هذه عملية التطور بطيئة أم سريعة؟ هي بطيئة بالنسبة للأنواع الكبرى، يعني حتى يتغير حيوان إلى نوع جديد أو ينتج نوع جديد أو تتغير البشرية بأنواع جديدة إلى آخره، تحتاج ملايين السنين. وأما إذا نحن نتحدث عن بكتيريا وفيروسات فهذه تحدث على مدى شهور وسنوات قليلة، ويمكن القيام بتجارب عليها في المختبرات، ويا ما درسنا هذه التغيرات لهذه البكتيريا والفيروسات وتطورها، كيف تتغير وكيف تصير صامدة للمضادات الحيوية وغير ذلك. لذلك الآن طبعا عندما يكون لدينا أمراض معينة وتحتاج مضادات حيوية، الأطباء يقولون لنا يجب أن تأخذ هذه المضادات الحيوية لفترة أطول ما يمكن، 8 أيام 10 أيام، لأنني إذا أخذتها لبضعة أيام فقط فالمضادات الحيوية ستقضي على خلينا نقول 95% من البكتيريا التي في جسمي، ولكن تبقى بعض منها وهذه يحدث لها شيء من التغير، إذا لم أقضي عليها كاملة يحدث لها شيء من التغير، بعض من هذا التغير سيكون مقاوما للمضادات الحيوية، فإذا جئت أنا للطبيب بعد أسبوعين أقول له أنا لم أشفى تماما ويعطيني مضاد نفس المضاد الحيوي لن ينفع، فأحتاج إلى مضاد حيوي مختلف إلى آخره إلى آخره. نفس العملية لاحظناها طبعا في التاريخ في القرن 16 عندما ذهب الإسبان إلى الأمريكيتين خاصة في جنوب أمريكا، وكانت لديهم بعض الأمراض مثل الحصبة والجدري والتي كانوا قد طوروا في أنفسهم قدرة مناعة على مقاومتها لا تقتلهم، ولكن كان الهنود الحمر، ما يسمون بالهنود الحمر سكان أمريكا الجنوبية الأستيك والإنكا وغيرهم، هؤلاء لم يكونوا قد طوروا، لم يكونوا قد تعاملوا مع هذه الأمراض، وبالتالي فعندما جتهم هذه الأمراض من طرف الإسبان قضت عليهم بالملايين، لأن فعلا هناك بعض من المناعة وبعض من البكتيريا وبعض من الأمراض التي يعني لا نستطيع مقاومتها هكذا بشكل مباشر، وإنما تحتاج إلى تطور معين لمناعتنا وتطور للبكتيريا وغير ذلك. الآن بالنسبة للتطور البشري، طبعا هنا يعني هذه الحلقة هي حلقة مختصرة جدا في سلسلة مفاهيم علمية مهمة، ما هو الزمن، ما هو الكوانتوم، ما هي الجينات، ما هو التطور إلى آخره، ولكن أنا طبعا كنت خصصت قبل عدة سنوات مجموعة من الحلقات تفصيلية للتطور، نظرية التطور وأدلتها بشكل مفصل، ثم نظرية التطور والجوانب العقدية فيها، طيب وماذا عن آدم وماذا عن خلق البشر وماذا عن نحن إلى آخره، وماذا يقول الإسلام والدين، وهل هذه النظرية تلغي الله تعالى من الخلق، كل هذا كنت فصلت فيه من قبل، وكنت خصصت حلقة طويلة حوالي 50 دقيقة للرد على الأسئلة والشبهات التي كانت أثيرت فيما يخص
التطور، نظرية التطور والدين والعقيدة وغير ذلك. أنا هنا أريد فقط أن أعطي هكذا حوصلة عن معنى مفهوم التطور وماذا نعرف عنه. يبقى طبعا أن نقول شيئا عن التطور البشري. التطور البشري هذا كما قلت هو انفصال هذا النوع البشري عن الأنواع السابقة. قلت لدينا أسلاف مشتركة بين هذه الأنواع وهذه الأنواع وهذه الأنواع. قلت مثلا الكلاب والثعالب والذئاب إلى آخره لها أصل مشترك وتفرعت عن بعضها البعض. ونفس الشيء بالنسبة لما نسميه الرئيسيات primates، يعني اللي هي القردة بشكل عام، الشمبانزي، البونوبو، الغوريلا إلى آخره، ومعهم أسلاف البشر. هؤلاء كلهم كانوا سلف واحد ثم تفرعوا، يعني خرج الشمبانزي من الفرع الأصلي وخرج البونوبو نفس الشيء وخرج الغوريلا وخرج البشر. البشر انفصلوا عن السلف السابق، السلف المشترك لهذه الرئيسيات. قبل متى؟ قبل على الأقل 7 ملايين من السنوات. وعندما بدأت تتفرع وبدأت تنفصل ينفصل نوع البشر، حدثت تغيرات رئيسية هامة جدا للبشر، منها خاصة أن البشر اكتشفوا النار. خلينا نقول اكتشفوا النار، يعني ضرب هكذا أحجار فيما بينها فتعطي لي النار، تشتعل مثلا في الخشب الخفيف. النار هذه مهمة جدا. لماذا مهمة جدا؟ لأنها تسمح لي بالطهي، بالطبخ. أطبخ ماذا؟ أطبخ اللحوم خاصة، وإذا طبختها فأصير قادر على استهلاكها بشكل سريع وسهل جدا، وبهذه الطريقة تعطيني كالوريات كثيرة جدا وتعطيني مدة، ويتغذى دماغي. الدماغ هذا يحتاج إلى طاقة عالية جدا، كميات هائلة من الطاقة. فهكذا أدى هذا الاكتشاف، اكتشاف النار، إلى تطور الدماغ البشري وتطور الجسم البشري، وسمح لنا أن نبدأ في التفكير المتقدم والطويل والمركز، وبالتالي اختراع الأدوات واختراع أنماط جديدة من العيش ومن الزراعة إلى آخره. فخلاص البشر انفصلوا تماما، مش فقط انفصلوا حيويا بيولوجيا، ولكن انفصلوا تماما من حيث الدماغ، من حيث العقل، من حيث القدرة على التفكير، ومن حيث ربما حتى النفس والروح إلى آخره إلى آخره. هذا الذي جعل البشر فعلا ينفصلون ويتحولون إلى نوع يبدو فعلا أنه مستقل ومختلف عن باقي الأنواع، وإن كنا فعلا نحن نتيجة تطور، ولكن مع التطور هذا حدثت يعني قفزات عملاقة في تاريخ التطور البشري، يعني يجب الإنسان أن يكون منتبها لها. أردت يعني أعطاءكم هكذا حوصلة كما قلت مختصرة حول مفهوم التطور بشكل عام، نظرية التطور بشكل عام، التطور البشري بشكل عام. شكرا لكم على المتابعة. السلام عليكم.